فتح الله مساء الخير. حبيبي يا ميدو، ربنا يخليك، مساء الخير وشكرا على كلامك، يعني كلامك فوق راسي اكيد. ده حقك يا فتح الله. اول حاجه الحمد لله على السلامه، مش هكلمك في كل الكلام اللي كل البرامج اتكلموا او البرامج اللي انت يعني كنت موجود معاها امبارح عن مدى عن يعني ازاي ان انتوا استقبلتوا الخبر وكل الكلام ده كله، لكن انا عايز اتكلم معاك فنيا بشكل اكبر. فتح الله، انتوا واجهتوا الاهلي اكتر من مره، وفي بعض المباريات كنتوا بتأدوا بشكل جيد جدا، وفي بعض المباريات يعني مستوى الفريق ظهر بشكل اقل. ايه اهم الدروس اللي يعني ايه اهم الدروس اللي انتوا اتعلمتوها من مواجهات الاهلي السابقه؟ طب انا يعني هقول لك الاول، المواجهه المره دي يعني يمكن ظروفها شويه مختلفه، وبعدين هقول لك الدروس يعني، بس الموضوع مختلف شويه. يمكن احنا ميدو طالعين من افريقيا، وده بالنسبه لنا يعني صدمه، لان يمكن انت عارف كمان البطوله دي بالنسبه لنا كانت مهمه جدا، خصوصا ان انت خسرت الكاس من الاهلي من شهر. فالبطوله دي كان عندنا امل في ربنا كبير ان احنا نحققها، لان احنا كنا حاسين ان احنا نقدر، يعني احنا عندنا اللعيبه والامكانيات ان احنا نقدر ناخد البطوله. لكن هي دي الكوره، يعني يمكن ماتش اللي كان في القاهره هنا صرفنا شويه وتعادلنا، فالموضوع كان صعب. ايا كان القصه، في الاخر انت طلعت من دور الثمانيه، وده كان بالنسبه لنا موضوع محبط شويه. وكمان بعد الماتش يا ميدو احنا قعدنا 13 ساعه منتظرين في المطار، وبعدين بعد كده رحنا فندق المطار، واجهاد كبير جدا على اللعيبه. فالظروف دلوقتي ممكن تكون مختلفه شويه يعني، وصعبه شويه. الاهلي جاي بقى له يومين، وعارف من فتره ان هو اللي هيلعب سوبر ومحدد، وجاي قبل الماتش بثلاث ايام، والنتائج بتاعته الاخيره اكيد مستقره. بس ده ظروف الماتش، بس مش معنى كده انا عندي ثقه كبيره جدا، وكلنا عندنا ثقه كبيره جدا، ان برغم الطلوع الافريقي الاخير ان عندنا ثقه في اللعيبه ان هم يقدموا ماتش كبير. لان مهما حصل يا ميدو، مهما كانت النتائج، احنا دايما عندنا ثقه في اللعيبه، وثقه كبيره جدا ان اللعيبه بتاعتنا تقدر تعمل احسن حاجه. يعني دي ظروف الماتش. اتعلمنا ايه؟ يعني زي ما انت يعني انت تعرف اكتر مني طبعا، ولعبت ماتشات كبيره كتير. الماتشات الكبيره يا ميدو بتخلص بتفاصيل بسيطه، واللي يستغل اخطاء الخصم هو اللي بيكسب. تفاصيل بسيطه جدا لو اهتميت بيها بتكسب، لان الماتشات الكبيره ممكن ما تلاقيش فرص كتير، ممكن ما تلاقيش الماتش مفتوح بشكل كبير، لكن هي تفاصيل، وكل فرقه بتلعب على اخطاء الفرقه الثانيه. يعني الماتش الاخير، ماتش الكاس، انا اعتقد الماتش بنسبه كبيره ما كانش مفتوح، كان مقفول، وكل مستني الثاني يغلط. احنا وصلنا اكتر من 3 4 فرص على مدار الماتش. الاهلي جاب جونين بحاجات بسيطه مننا، هي دي الماتشات الكبيره. فالماتش اللي انا متاكد منه ان احنا لعبتنا هتلعب ان شاء الله بعد بكره ماتش كبير ان شاء الله. فتح الله، يعني قول لي بصراحه، هل يعني تم تاهيل الشناوي بشكل خاص، خاصه ان هو يعني كان في والشناوي حارس يعني طبعا يعني امكانياته كبيره جدا، ولكن وقع في اخطاء في مباريات الاهلي الاخيره بالذات، هل كان في حديث معاه ان دي فرصه ان هو يثبت للجميع ان هو حارس مرمى يجيد لعب المباريات الكبيره؟ هل اتكلمتوا معاه في الفتره الاخيره او في ال 24 ساعه الاخيره؟ والله مين، انا عايز اقول لك ان الموضوع ضيق جدا. احنا بقول لك احنا وصلنا امبارح الساعه 7، ما ادناش اجازه للعيبه، يعني كانت رحله حوالي يوم ونص بعد الماتش، طيران وترانزيت وطيران تاني، وموضوع كان مجهد جدا. فانت بتوصل الساعه 7 بيبقى عندك تمرين الساعه 6 المغرب، يعني عندك اقل من 11 ساعه. طب انت شايف مفيش وقت؟ انت شايف يا فتح الله ان 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 لازم يبقى في حديث خاص من باتشيكو للشناوي في خلال الساعات القادمه او خلال احنا ميدو دلوقتي؟ احنا بص يعني يمكن حالتنا النفسيه، انت لو كنت شفنا بعد الماتش الافريقي الاخير، حالتنا النفسيه كلنا زعلانين وبتاع ومتاثرين، فالموضوع اكبر من كده. لكن لو انت اتكلمت على الشناوي، لا احنا بنثق في الشناوي، زي ما بقول لك، احنا خسرنا صحيح الماتش من يومين وطلعنا، لكن بقول لك بنثق في اللعبه كلها. فاللعيب، كل لعيب معرض للخطا، والشناوي زيه زي اللعيبه يعني معرض للخطا.
فاعتقادنا ما تهزتش لحظه في الشناوي خالص خالص ولا في اللعيبه، وكل يعني وكلنا عندنا ثقه في اللعيبه بما فيهم الشناوي ان هم يقدموا ماتش كبير، وتركيزهم ان شاء الله هيبقى يعني 100% ان شاء الله. هلا فتح الله، يعني هيكون اللعب بمباراه الاهلي بسبب كل الظروف اللي انت قلتها، ممكن يكون ده ترجمته ان يبقى في تحفظ بعض الشيء من باتشيكو في الاسلوب، في اسلوب اللعب، عدم السماح للاهلي انه يوصل للثلث الهجومي بسهوله بسبب الغيابات وبسبب كل الظروف اللي موجوده عندكم، لان دي مدرسه باتشيكو الاصليه اللي هو اللي نجح بيها في اماكن مختلفه، سواء في البرتغال او سواء في الفتره اللي تولى فيها المسؤوليه الفنيه لنادي الزمالك. هل ممكن يبقى في بعض من التحفظ؟ هي ماتشات الكاس ميدو بشكل كبير يعني باتشيكو او اي مدرب تاني، هي ماتشات الكاس لما تكون بتلعب كمان فرقه كبيره يعني بيبقى المحط يعني التحفظ بيبقى مطلوب في وقت من الاوقات، يعني اكيد الكره بتبعك اكيد الكل بيبقى ليه ادوار دفاعيه، لكن الكره معاك انت عندك لعيبه مهاريه جدا، يعني لو فرقه تانيهم يعني احنا عندنا لعيبه مهاريه جدا ولعيبه بتستمتع بالكره معاها واخده دايما ان الكره تبقى معاها، عمرك يعني والكره معانا عمرك ما تطلب من اللعيبه انها ما تلعبش وتلعب لعبها الطبيعي يعني. ف الماتشات بس دي بتبقى حساسه شويه عشان الغلطه بتاعتها ما بتتعوضش، وبيبقى لها حسابات لان الماتشات بتطول ممكن تطول ل 120 دقيقه، بيبقى لها حسابات مختلفه، بس يعني لا ما فيش تحفظ دايما الماتشات النهائيه ومنها ماتش السوبر مهما كان الخصم بتبقى فرصك 50 50 مهما كانت الظروف اللي انت فيها، بل بالعكس يعني احنا يمكن عندنا احساس ان ربنا بعت لنا البطوله دي ما كانتش عامل حسابها، احنا ميدو كنا بنسال ماتش الاتحاد في اضطراب اننا احنا نلعب السوبر، فاوقات بيبقى يعني ربنا بيبعت لك حاجه كده يعني يعوضك على اللي انت خسرته. فتح الله بشكرك على مداخلتك معانا وبتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله الماتش يخرج بشكل جيد وشكل يليق ومستوى يليق بتاريخ كره القدم المصريه.